ليش؟ لأنه سيستمك وتنتشر الإصابة أكثر بالمكان. زين، هذا الإصابة يمكن شنو مسببات مالته؟ إما environmental or genetical or hormonal، وأحيانا يكونوا لدرج. زين، أو خلل بالجهاز المناعي اللي هو abnormalitis يصير an immune system. شلون نشخصه؟ عندنا كذا نقطة أنا ممكن أقدر أعتمد عليها. قلت لكم ممكن نشخص CBC، platelet count، urinary lysis. هذول يكشفوا لي إذا أكو خلل بخلايا الدم، إذا أكو أنتيبادي ضد الأرثروسايت أو ضد البليتليت أو ضد الوايت بي سي. عندي أيضا عندي ESR وعندي سي رياكتيف بروتين. هذول ممكن شنو؟ ممكن أتابع عن طريقهم. الاي اس ار ممكن يرتفع، والسي رياكتيف بروتين قد يكون النسبة مالته طبيعية أو تنخفض. هذول هم مجرد للمتابعة على أكثر، ما أقدر أعتمد عليهم بالتشخيص. شو أعتمد بالتشخيص على شنو؟ أعتمد على نقطتين رئيسيات خاصة بالاس ال اي، ال quantification of complement protein وال detection of a specific auto antibody اللي هي anti nuclear antibody. بالنسبة لل complement protein راح نعتمد على C3. C3 هو أكثر بروتين ممكن إحنا نقيسه بال SLE. النسبة أو الليفل مال البروتين هذا أو هذا الكومبلمنت بروتين راح يكون ينخفض بهذا النوع من أنواع الأوتو أميونو ديزيز. شنو السبب؟ قلت لكم أنه نتيجة أنه يتكون عندنا كمية كبيرة جدا من الأميون كومبلكس اللي هو الأنتي بودي أنتيجين كومبلمنت بروتين. هذا الأميون كومبلكس يستهلك كمية كبيرة جدا من عنده بالـ SLE، لذلك النسبة مال البروتينات مال SLE راح تنخفض. هذه البروتينات الحرة راح تقولوا لي احنا دا يتكون SLE، عفوا، دا يتكون immune complex، معناها المفروض التركيز يزيد لأنه البروتينات دا تدخل تتجمع كنسبة كعدد، يعني ممكن تزيد مقارنة بالبقية الأنواع. هنا لا، هنا ليش ينخفض؟ أنا من أقيس الـ C3 ما اقيس السي 3 اللي مرتبطه بالميون كومبلكس، هذا ما راح يظهر لي لانه انتهى دوره، طلع من السيرم وخلاص انتهى دوره. انا ايش اقيس؟ اقيس السي 3 الحر بالدم اللي بعده ما مرتبط. نتيجه الاستهلاك مال الميون كومبلكس هذه النسبه مال هذه البروتين ايش راح يصير بهم؟ راح تنخفض. شنو اقدر اعتمد على الكومبلمنت بروتين على القياس مالته؟ اقدر اعتمد عليه انه مو بس هو فقط للدايجنوسيس، ايضا بعدين اسوي مونيتورنج للبيشنت اشوف شلون استجابته للعلاج. ليش ما اقدر اعتمد على الاوتو انتي بودي؟ ما اقدر اعتمد عليها لانه اوتو انتي بودي مجرد تكونت بالدم قد يكون التايتر يصعد وينزل حسب شدة الاصابة، لكن كانتي بودي خلاص هي بقت بالدم. الا اذا هذا المريض خلينا نقول جوز تشافه او نزل، يعني اختم السيطرة على المرض بشكل كامل، ما نقول تشافى لانه هو الاوتو انتي بودي تبقى، نقول تم السيطرة على المرض بشكل كامل، ممكن هنا التايتر مال الانتي بودي يصعد وينزل. لكن من اجي اسوي فحص راح تطلع عندي اصابة. شو وقت اقول هذا الشخص بدا يستجيب للعلاج؟ راح يبدي يستجيب للعلاج من اشوف اقيس على المستوى مال السي 3 كومبليمنت بروتين. اشخص اعتمد كشكل رئيسي؟ اعتمد على انتي نيوكليير انتي بودي. وايضا ايش عندنا؟ عندنا تايبس اوف انتي بودي اللي هو الفوسفوليبيد انتي بودي. زين، الانتي بودي راح تكون انواع. ليش تكون انواع؟ ليش هذا الكم الهائل من الاوتو انتي بودي اللي تتكون عندنا؟ لانه العفو النيوكليير، دكتورة، اي بس نعم السي 3 هنا من اي الشخص نعم يتمايل للعلاج راح يزيد مستوى مالته، شلون؟ راح نعرف انه يعني عيتعالج من بالسي يبدي 3 يصعد احنا. بالضبط، من يبدي يصعد الليفل مال السي 3 معناها هذا الشخص بدا يستجيب للعلاج، معناها كمية الاميون كومبلكس بدات تنخفض، لذلك يبدي المستوى مال السي 3 يصعد. ليش تمام، اني شكرا. خصصت، من يعرف اني ليش خصصت السي 3 بالذات؟ ليش ما يعني كومبلمنت بروتين بتسع بروتينات، ليش اخذت السي 3 بالذات؟ من يعرف شنو السبب؟ مو قلنا سي 3 يكون موجود حر بالدم؟ هو كلهم موجودات حرة بالدم، بس ليش أخذت السي 3؟ هم كلهم موجودين وكلهم من يصير الأميونو كومبلكس كم لا كلهم راح يتدخلون، بس ليش أنا أخذت السي 3 بالذات؟ يتحفز بعد غير مينا يتحفز بوجود ما كلهم راح يدخلون، كلهم يتحفزون كلهم يدخلون، بس ليش السي 3 بالذات؟
منو يعرف؟ السي 3 إذا تذكرون وين دخل؟ دخل بالخطوة مال الاكتيفيشن مال الكلاسيكال باثوي، وكان هو الكي مال الالترناتيف باثوي. فالاستهلاك إذا تذكرون ايش قد دخل سي 3 بالالترناتيف باثوي، فالاستهلاك مال السي 3 يكون أكثر مقارنة ببقية أنواع الكومبليمنت بروتين، لذلك أنا ممكن أعتمد عليه وما يعني ما أركز على بقية الأنواع الثانية. طيب الأوتو فابيانا بس يدي المايك من عندك ولا زحمة عليك. بالأنتي بالإس إل إي رحنا إيش راح يطلع عندنا؟ راح يطلع عندنا كم كبير من الأوتو أنتي بودي. فابيانا مايكك مفتوح، منو مفتوح عند المايك؟ شوفوا بال اس ال اي ايش اقدر انتبه؟ اقدر انتبه انه راح تطلع لي اعداد كبيره من الاوتو انتي بودي. ليش؟ مثل ما قلت لكم مكونات النيوكليوس هوايه، فحتى على ابسط انواع العفو على ابسط كومبوننت ممكن يكون موجود على انزيم، على بروتين، على نيوكليك اسيد، كلها ممكن تتكون عليها اوتو انتي بودي. هذه الاوتو انتي بودي احنا ما نقدر نعتبرها سبيسيفيك لل اس ال اي او سبيسيفيك للار اي. ليش؟ لانه ممكن تصعد باكثر من اصابه. ممكن مثلا نفس الانتي نيوكليير انتي بودي ممكن القاها بالاس ال اي، ممكن القاها بالكونكتيف تيشو ديزيز، شوغرين سايندروم، سكلولوديرما، كلها احيانا ممكن شنو ممكن تطلع عندهم نفس الانتي بودي. واحيانا شنو احيانا اكو هيلثي انديفيدجوال ممكن تطلع عندهم هذه الاوتو انتي بودي، لكن هم ما عندهم اصابه بس يطلعون بوزيتيف. لذلك انا مش اقدر اقول اقدر اقول انه هذه الانتي نيوكليير انتي بودي هي تشخيصيه لكن هي مو سبيسيفيك. شنو الانواع اللي اخذتها؟ اخذت الدبل ستراند دي ان اي والسنجل ستراند دي ان اي. هذا الدبل ستراند دي ان اي قلت لكم هذا هو الدايجنوست او الجولدن دايجنوستيك بايو ماركر المال للاس ال اي. اذا دمجته ويا منو؟ دمجته ويا السي 3 ليفل. كل واحده من عندهم ايش قلنا عليها؟ بيش اشخصهم؟ تقريبا اغلبهم او 95% اشخصهم بالاندايركت اميونو فلوريسنت. شو راح تطلع لي الصوره؟ راح تطلع لي الصوره تعرفون انه الخلايا تصير بها انقسام، العفو الانويه يصير بها انقسام وتمر بمراحل مال الانقسام حسب المرحله اللي تطلع لي وحسب انه الانتي بودي هاجمت الخليه باي مرحله تطلع لي الصوره. هذه الصوره اللي راح تطلع او هذا الباترن اللي راح تطلع لي باشكال متعدده حسب نوع الانتي بودي وحسب نوع المكان اللي هاجم الانتي بودي راح تطلع لي الصوره. على سبيل المثال الانتي بودي اللي تهاجم الدبل ستراند دي ان اي تطلع لنا اما بيريفرال او هوموجينيوس، هذا وين تطلع؟ بالاندايركت، كلهم اندايركت اميونو فلوريسنت. مثلا عندي الانتي هيستون انتي بودي، قلت لكم هيستونات مش تتكون من 5 اجزاء، الانتي بودي راح تهاجم الاي والبي فقط، العفو التو اي التو اي والتو بي. شلون تطلع لي؟ تطلع لي هوموجينيوس. الانتي هيستون انتي بودي سبيسيفيكالي المن تشخص لي؟ تشخص لي الاشخاص اللي صار عندهم اس ال اي، لكن مو اس ال اي اي نوع من الاس ال اي. تعرفون اكو اس ال اي بسبب جينيتك فاكتور، اكو بسبب هرمون. الانتي هيستون انتي بودي سبيسيفيكالي المن للاس ال اي اللي انديوز باي دراج، للاس ال اي اللي يتفعل نتيجة شنو؟ نتيجة أدوية معينة. لأن يعني قلت لكم أكو أنواع من الأدوية مثلا أدوية الضغط، أدوية تخفيف الدم، هذه كلها كسايد افكت مالتها ممكن شو تسوي؟ ممكن تنطي اس ال اي. ايش أخذنا بعد؟ النيوكليوسوم انتي بودي. هذه هنا ركزنا على نقطة مهمة، قلت لكم التايتر مال الانتي بودي شو يرتبط ويا منه؟ يرتبط ويا السيفيريتي اوف انفكشن. كل ما كان السيفيريتي أعلى أو السيفيريتي أشد كل ما كان التايتر مال الانتي بودي اعلى. زين شنو اللي كان مميز بالنيوكليوسوم انتي بودي؟ النيوكليوسوم انتي بودي ايش كانت؟ قلت لكم احنا عندنا انتي بودي على الهستون وانتي بودي على الدي ان اي، هذول اثنين. اكو عندنا ستراكشر مكون اوف كومبلكس، مكون من شنو؟ مكون من دي ان اي ومكون من هستون. هذا ايش سميته؟ سميته نيوكليوسوم. الانتي بودي تجي تهاجم لي هذا الكومبلكس، ما تهاجم الدي ان اي واحد الهيستون واحد لانه هو راح يصير غير اختبار. ففي حاله تتكون هذا الكومبلكس او الانتي بودي هاجمه الكومبلكس ابحث عنه، ابحث عن النيوكليوسوم
انتي بادي. طبعا 85% من الاشخاص اللي عندهم اس ال اي راح يطلعون بوزيتيف. شلون يطلع لي بالاندايركت اميونوفلورسنت؟ راح يطلع لنا هوموجينيوس. وهكذا بقيه الانواع، عندنا الانتي سنترومير السكريت سبيكل ستيننج، هذه هسه ان شاء الله راح ناخذ النتائج اللي راح تطلع لنا مال الاس ال اي. واحده من الاختبارات المهمه اللي قلت لكم هي طبعا سبيسيفيك للاس ال اي، لكن احنا ما نركز عليها. ليش؟ الاختبار الاس ام انتيجين او السميث انتيجين، الاوتو انتيبودي تو سميث انتيجين، هذا سبيسيفيك للاس ال اي، يعني بقيه انواع الاوتو اميونو ديزيز، لكن ما نقدر نعتمد. ليش؟ لانه يعتمد على اعراق الاشخاص، يعني هو صح سبيسيفيك لكن 20 الى 40% فقط من الاشخاص اللي يصير عندهم اس ال اي هم يطلعون بوزيتيف. ليش؟ مثلا اكو، خلينا نقول على سبيل المثال العرق الاسود او العرق القوقازي عندهم سميث انتيجين، هذول فقط هم راح يطلعون سبيسيفيك، بقية الأعراق راح يطلعون نيجاتيف ما عندهم، لذلك ما أقدر أعتمد عليه. لكن هو شيء يكون سبيسيفيك المن للأشخاص اللي يكون عند ريس معين أو ريس أوف بوبيليشن، ريس معين أعراق معينة هم اللي يكونون عندهم. ليش هو سبيسيفيك؟ لأنه ما يظهر لي بقية أنواع الأوتو أميونو ديزيز. شلون أشوفه بال immunofluorescent والاندايركت؟ اشوفه كورس سبيكلد باترن. ما اعرف احنا وين وصلنا، اتصور وصلنا للاس اس. الاس اس انتيبادي، طبعا هذا الترقيم ما لكم علاقه به، اوفو. الاس اس انتيبادي اكو عندنا اس اس اي واس اس بي، هذول اثنيناتهم التايبس اوف انتيبادي. لوبس بيشنت كانت اولسو برودوس انتيبادي تو انذر فاميلي اوف اي ان اي كولد، طبعا هاي التسميه المفروض هنا أنا بعد كولد اس اس اي واس اس بي انتيبادي. الاس اس اي والاس اس بي، هذا مختصر الاس اس منين جاي؟ عندنا متلازمه حكيت لكم عنها قبل وراح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرات الجايه اللي هي شوغرن سايندروم. شوغرن سايندروم، شوغرن اس سايندروم اس، فهذه النوع من انواع الانتيبادي تظهر بشكل عالي عند الاشخاص اللي يكون عندهم شوغرن سايندروم، لذلك سموها اس اس. بالنسبة إلى حرف الـ A أو حرف الـ B، هذا types of protein. الـ RO والـ LA هذا الـ subtypes of protein. فإذا الـ SS تخص الـ Sjogren's syndrome، الـ A هي protein A والـ B هي protein B. طيب هذه شنو مميزتها هذه الـ types of antibody؟ These antigen consist of small anti عفوا هي small These antigen are small, consist of small uridine rich RNA complex to the cellular protein where are given هذا ال prefix مالته المختصر مالته. ليش؟ لأن large percent of Sjogren syndrome هم راح يكونون تقريبا فوق 70% من الأشخاص اللي عندهم Sjogren syndrome راح يكون عندهم specific antibody. هنا الانتيجين منو؟ الانتيجين هو البروتين A والبروتين B، هذول وين موجودين؟ موجودين بالنيوكليوس. فاذا ايش صار عندي؟ صار عندي تايبس اوف انتي بودي اسميه اس اس اي واس اس بي. الاس اس اي والاس اس بي هم انت اوتو انتي بودي، الانتيجين مالتهم منو؟ بروتين اي والبروتين بي. ليش سميناهم اس اس؟ لانه يظهر هذا التايبس اوف انتي بودي بشكل عالي جدا عند الاشخاص اللي يكون عندهم شوغرين سايندروم. طيب هذا النوع اقدر اعتمد عليه واقول ايضا هو سبيسيفيك؟ لا. الاس اس الانتي اس اس اي also appear approximately 24 to 60 of patient، يعني همينه ما اقدر اقول عليه سبيسيفيك لانه مو كل الاشخاص او مو كل المصابين اللي يطلعون هم بوزيتيف. and can be closely associated with presence of nephritis, vasculitis, lymphoadenopathy, photosensitivity, hematological manifestation such as leukopenia. كل الأشخاص اللي تكون عندهم هذه الحالات المرضية ممكن ينطوني SS antibody، لذلك أيضا ما أقدر عليه أقول عليه specific. الـ SSB فقط 9 إلى 35% من الأشخاص اللي يكون عندهم SLE راح ينطوني positive. لكن هذا النوع من الأوتو أنتيبادي بيه مميزة جدا جدا مهمة، اللي هي شنو؟ كان cross the placenta and have been associated with the neonatal lupus. هذا النوع من الأنتيبادي جدا جدا مهم. ليش؟ لأنه هو الوحيد من أنواع
انتي نيوكليور انتي بودي يقدر ينتقل عن طريق البلاسنتا الى الاجنه. احيانا اكو اجنه يولدون اصلا عندهم اس ال اي. منين اجى؟ اجى نتيجه انتقال هذا التايب اوف انتي بودي وين؟ عن طريق البلاسنتا. فاذا تو تايب اوف انتي بودي الاس اس اي والاس اس بي. الانتيجين بروتين اي بروتين بي، ليش سميناه اس اس؟ شوكرن سايندروم. ايش قد نسبته بالاس ال اي؟ الاس اس اي من 20 الى 60%، لكن يظهر لي باذر كلينيكال مانيفستيشن مثل منو النفرايتس، الفاسكولايتس، الليمفو ادينوباتي وغيرها. الاس اس بي راح تكون النسبه مالته اقل، تقريبا من 9 الى 35%. شنو الشيء المميز بهذول التايبس اوف انتي بودي؟ الشيء المميز بيهم انه هم الوحيدين من بين انواع الانتي نيوكليير انتي بودي ممكن يصير يعبرون عن طريق البلاسنتا، وايضا شو يسببون؟ يسببون النيتال لوبس، لهم ارتباط جدا عالي بيه. شلون يظهروا لي بال اندايركت اميون افلورسنت؟ فاينل سبيكلد باترن. اخر نوعين من انواع الانتي نيوكليير انتي بودي اللي هو الانتي بودي تو فايبريلرين، هذا وين يكون موجود؟ كومون ان سيستميك سكليروسز او السكليروديرما. هذا السكليروديرما هو نوع من انواع الاوتو اميون ديزيز اللي يهاجم وين؟ يهاجم اغشيه القلب. And indicated by clumpy nuclear fluorescent of indirect immunofluorescent assay. طيب النوع الأخير اللي هو anti RNA polymerase. هذه ال anti RNA polymerase are also associated with scleroderma but produce speckled nuclear pattern of بال IAF. وايضا ايش ينطينا؟ ممكن ينطينا هوموجينيوس ستيننج. هنا هذه النقطه ركزوا عليها وراح اعطيكم عليها سؤال بعدين. بالانتي دبل ستراند دي ان اي انطانا بيريفيرال وانطانا هوموجينيوس. هنا بالانتي نيوكليير انتي بودي العفو انتي بودي تو ار ان اي بوليمريز ممكن ينطينا سبيكلز وممكن ينطينا هوموجينيوس، فدا اشوفه بشكلين زين. هذه بعدين راح أسألكم سؤال عليها يكون واجب إلكم تحلوه زين. شو راح أشخص؟ احنا كل هذه الانتيبادي، انواع الانتيبادي اللي حكيناها ركزنا على الاندايركت اميونوفلوريسنت، لكن هي مو الطريقة الوحدة اللي احنا ممكن نشخص بيها، مو بس هذه الطريقة. الفكرة من الاوتو انتيبادي يعني وين راح افحص؟ راح اخذ من البيشنت، راح اخذ سيرم. بما انه انا اخذت من البيشنت سيرم اذا راح تصير عندي كثير من الطرق انا ممكن استخدمها. واحده من عندها الاندايركت اميون فلورسنت، اميون بيروكسيديز ستيننج، اليزا، مايكروسفير مالتيبلكس اسي، راديو اميونو اسي، اميونو ديفيوجن، اميونو بلوتينج، دوت بلوت، مايكرو اري. كل هذه التكنيك انا ممكن استخدمها اش دا اشخص؟ دا اشخص انتيبودي. لكن احنا على منو نعتمد؟ نعتمد على 3 تقنيات تقريبا رئيسية اللي هي الـ Indirect Immunofluorescent، الـ ELISA، والـ Microsphere Multiplex Assay. وأحيانا إيش نستخدم؟ نستخدم الـ Immunodiffusion. العفو الـ Double Immunodiffusion هذا ممكن أيضا يعطينا نتائج خلينا نقول 50% تكون مضبوطة، لكن الـ Immunofluorescent مضبوط، الى اذا مضبوط الى حد ما، المايكروسفير مالتيبلكس اسي اضبط منهم كلهم. لكن شنو اللي يخلينا احنا نعتمد الاميونو فلورسنت او نعتمد الاليزا؟ الوقت والكلفة، هذول اهم شيء دائما يعني يركزون عليهم بالمختبرات. كل ما اغلى كل ما الاستخدام مالته اقل، خلوها ببالكم. طيب اللي راح ناخذه احنا راح ناخذ مبدئيا الفلورسنت انتي نيوكليير انتي بودي اشخصها عن طريق الاندايركت اميونو فلورسنت. شنو هي الاميونو فلورسنت؟ منو يقول لي؟ شوية شرحت لكم اياها ذاك الاسبوع، اعطيتكم فكرة عنها. شنو هي الاميونو فلورسنت تكنيك؟ يلا ها واحد يشرح لي الاميونو فلورسنت تكنيك.
شو اللي أنا أختار؟ يلا يلا يوسف يوسف ماكو يوسف. يلا محمد سمير. يلا أي واحد منكم يجاوبني يقول لي شنو الاميونو فلورسنت. ولا واحد يجاوبني. يلا إبراهيم مازن. وينكم؟ يلا أسامة. درجة تقنية تقريبا تشبه المدارس العاجلة، ولو بس أني قلت مجرد إن أسامة، قلت أسامة ما قلت أنس، بس يلا أنس يا ما دكتور ما حما يجاوب تقنية بها يجاوب. يلا ده نشوف. يلا بيت دكتورة هي دكتورة تشبه تقنية إنداركي لايز تقريبا نفس التقنية، بس مجرد إنه شني أي هون ال أكو أنتيجين يكون أنتيجين معلم بمادة مشعة. بعد أكو نقطة رئيسية فرق بيناتهم، شنو هي؟ نقطة رئيسية فرضا أي بعد ليش أستخدم الميونو فلوريسنت أضبط من الإلايزا؟ شنو السبب؟ سد المايك أنس. تمام شوفوا دكتور. أنا إيش دا أدور على شنو؟ دا أدور على أنتي نيوكليير أنتي بودي، معناها دا أدور عفو عندي سيرة ما ادور عليه على انتي بودي. ايش احتاج؟ ده احتاج انتيجين. زين اني الانتيجين مالتي وين موجود؟ موجود بالنيوكليوس. هل من المعقول اني اجي شو ادور؟ انا ادور على انتيجين، عندي انتيجين وعندي انتي بودي. زين اني هذا الانتي بودي مال السيرم ما معلوم اني اي نوع من الانتي بودي موجود. زين اني لازم معناها ايش اخلي؟ معناها لازم اخلي كل الانتيجينات دا اعرف اني هذا البيشنت ايش عنده نوع من انواع الانتيبادي. طيب انا عندي نيوكليوس، هذا نيوكليوس خلي اقول لكم بيها فت 50 انتيجين على سبيل المثال. شو راح اجيب؟ يعني شوفوا احنا بالاليزا ايش كنا نسوي؟ كنت اجيب السبيسيفيك انتيجين، اجيب هاي البليتا مالتي بيها سبيسيفيك انتيجين، واجيب السيرم ابحث عن الانتيبادي. يعني عندي سبيسيفيك انتيجين وابحث عن سبيسيفيك انتيبادي. طيب اني هنا ما عندي سبيسيفيك انتيجين، اني خلي اقول لكم النيوكليوس مالتي كلها هي عبارة عن انتيجين، اني ما اعرف هذا البيشنت اي انتيجين عنده. زين ايش راح اجي اسوي؟ شنو الطريقة اللي راح استخدمها؟ شو راح اعرف هذا البيشنت مثلا عنده انتي دبل ستراند دي ان اي او انتي رايبوسوم او انتي هيستون؟ شو راح اعرف؟ شو منين راح اجيب لانتيجين؟ راح اعرف ليش مثلا قلنا تقريبا الانتي دبل ستراند دي ان اي يطلع لي 80%، شلون عرفت؟ ليش الانتي هيستون مثلا 60%؟ شلون عرفت هذه؟ شلون طلعت لي؟ شوية فكروا بيها وجاوبوني. تمام معقول نستخدم تقنية اللخ الكتروفوريسيس نفصلهم؟ شلون؟ نستخدم تقنية لا اللخ أنا يعني استخدمت الأميونو فلوريسنت. ليش استخدمت الأميونو فلوريسنت بالذات أكثر من غيرها؟ صح إحنا ممكن نستخدم إلايزا ودور على سبيسيفيك أنتيجين، لكن ليش استخدمت الأميونو فلوريسنت؟ شنو السبب اللي خليني أستخدمها؟ لأن يعني دكتورة هي راح نستخدم ايزوتوب مثل الأيودين، والمكان راح يرتبط به أي يعني المكان اللي بيخلى راح يرتبط به، فهو يدلنا على المكان اللي بيخلى. شوي صوتك ده يقطع عبد المجيد. شوفوا ليش نستخدم الاميونو فلوريسنت؟ استخدمه لعدة اسباب. اول شيء طبعا هذه التقنية يعني جدا سنسيتيف ونتائجها جدا مقبولة، وتكشف لي انواع كثيرة، وايد رينج اوف انتي بودي. بالاضافة الى انه هي احنا وين ندور؟
inexpensive و easy perform. يعني شنو؟ لقيت السنسيتيفيتي ولقيت انه هي تكشف عن انواع عديدة من الانتيبادي وهي مو غالية، وحتى البروسيجر مالتها بروسيجر جدا بسيط. هذه اللي يميزها شنو؟ انا طبعا هذه المقدمة مو مشكلة بها، انا اركز على البروسيجر. In addition, the antigen are their original form location within cell. أنا هنا قلت لكم إياها ذاك الأسبوع، قلت لكم فرق مهم بين الإلايزا وبين الإميونوفلورسنت. الإميونوفلورسنت القاعدة مالتي سيل، دا أستخدم، دا أستخدم إلايزا، العفو دا أستخدم سلايد، بس أشرح لكم إياها بالتفصيل. شو وقت أستخدم الإميونوفلورسنت أو شنو الأبليكيشن مالتهم؟ استخدم الاندايركت اميونوفلوريسنت في حاله انه اذا اسوي سكرينينج تو ايدنتيفاي بيشنت وذ انتي نيوكليار انتي بودي، يعني شخص اتوقع انه عنده انتي نيوكليار انتي بودي ادز اقول له سوي اندايركت اميونوفلوريسنت، او اشخاص هم طلعوا نيجاتيف لكن شريد تو بروفايد جايدنس ان ذا سيلكشن اوف فولو اب اسي بيز اون اميونوفلوريسنت باترن. طلع نيجاتيف لكن شنو اني اريد اتاكد او اسوي لي فد غير اختبارات حتى اشخص عليه. هو مثلا سويت اختبار إلايزا وطلع لي هذا الشخص نيجاتيف، سويت دبل اميونو ديفيوجن وطلع لي هذا الشخص نيجاتيف، اجي وين اروح؟ اجي اروح على الاميونو فلوريسنت حتى اشوف هذا الشخص هو بالفعل عنده او ما عنده، ليش طلع لي نيجاتيف في بقية الاختبارات. اجي وين ادور؟ اجي ادور على الباترن اللي طلع. احنا بمجرد ما يصير اكو ارتباط راح يطلع لنا تحت الفلورسنت الاشعاع الاخضر، لانه هي تطلع لي صبغه خضراء. اجي ادور على الباترن اللي طلع، اذا ما اكو باترن معناها بالفعل انه هذا نيجاتيف. اذا طلع لي باترن انا على اساسه اقدر احدد الانتي نيوكليار انتي بادي الموجود. او احيانا شنو نستخدم تو مونيتور انتي بادي انتي نيوكليار انتي بادي تايتر ان ذا بيشنت ديورينج تريتمنت. يعني شنو؟ يعني اذا شخص كان الاصابه مالته جدا عاليه، هنا التايتر ايش راح يبدي يصير؟ التايتر مال الانتي بودي راح يطلع لي عالي. ممكن اذا استجاب للعلاج مثل ما استخدم السير العفو الكومبلمنت بروتين السي 3 في مونيتورنج تريتمنت، اقدر استخدم الانتي نيوكليار انتي بودي، هي ما راح تختفي لانه اني صح ده انطي علاج لان صار اوتو اميونو ديزيز وصار بالجسم انتي بادي وصارت موجودة ما إلها علاج. ممكن تقل لكن ترجع تصعد حسب شدة الإصابة. أنا إجاني شخص وسويت له انتي نيوكليار انتي بادي طلع التايتر مالته عالي وبديت أنطيه علاج، أجي كل فترة أجي أفحص شو راح أشوف؟ إذا أشوف التايتر بدأ يقل معناه هذا الشخص إيش بيه؟ بدأ يستجيب للعلاج. زين، هذه الفكرة مال ال indirect immunofluorescence تعتمد على شنو؟ تعتمد انه انا بدي استخدم خلايا. اي نوع من الخلايا؟ human epithelial cell line. The indirect immunofluorescent use commercially prepared microscopic slide with enucleated cell. شوفوا، ما اعرف انتو شفتوا الفيديو او ما شفتوه، شوفوا ايش عندي. أفكم من هذه الباترن طالعة على جنب، هذا اللي باللون الأخضر. شنو الفكرة مالتم؟ الفكرة مال اميونوفلورسنت إنه أنا عندي سلايد، أجيش أخلي عليه؟ أجي أخلي عليه هيومن ابيثيليال سيل لاين، خلايا ابيثيليال سيل أجي أخليها. هذه الخلايا ليش اختاريتها بالذات؟ ليش اختاريت هذا النوع من خلايا الابيثيليال سيل؟ ليش اختاريتها؟ لانه انا ايش دا ابحث؟ دا ابحث على انتيجي موجود بالنيوكليوس. هذه النوع من الخلايا تكون الانويه مالتها كبيره وتكون واضحه، لذلك اذا دا ابحث عن احنا شو نسوي، يعني الانتي بودي راح تهاجم لي المكونات اللي تكون بداخل الخليه. ما طول الخلايا او الانويه مالتها كبيره راح تكون المكونات مالتها واضحه، فاني اعرف انه هذا الانتي بودي على منو راح يروح، على المن راح يهاجم. راح يهاجم لي دي ان اي، راح يهاجم لي سنترومي، راح يهاجم لي كروماتين، راح تكون جدا واضحه الصوره مالتها. فاحنا ليش نستخدم الهيومن ابيثيليال سيل لاين؟ ليش؟ لانه النيوكليوس مالتها شو تكون؟ لارج نيوكلياي وذ هاي انتيجين اكسبريشن، يعني مكونات الخليه تكون نسبتها عاليه ويكون الاكسبريشن مالتها عاليه.
allow for high sensitivity and facilitating visualizing a result. فإذا جيت سألتكم ليش نستخدم الـ human epithelial cell line as a standard substrate بالـ indirect immunofluorescence؟ السبب إنهم because have large nuclei with high antigen expression. هذا ايش راح يعطينا فرصة؟ يعطينا فرصة إنه الاختبار مالتنا راح يكون high sensitivity and facilitating visualization result. أقدر أشوف النتيجة بشكل واضح جدا. شو راح أبدي أشتغل؟ فكرتها مثل فكرة الإلايزا. راح يكون عندنا سلايد، السلايد مالتنا راح أشرح أثبت عليه، راح أثبت عليه الهيومن epithelial cell line. ثبتتها، فش صار عندي على سلايد؟ صار عندي أنتيجين. هذه الخلية اللي يميزها إنه كل مكونات النيوكلياس موجودة، فوين راح يجي الأنتيبادي؟ شنو نوع الأنتيبادي اللي موجود بالسيرم؟ أنا راح أحدده على أساس وين راح يرتبط. ارتبط بالدبل ستراند، يعني راح أقول إنه هذا البيشنت عنده الدبل ستراند مالته الأنتيبادي ضد الدبل ستراند دي إن إيه عالي. ارتبط بالكروماتين، معناه هو أنتي كروماتين أنتيبادي. وعلى هذا الأساس أقدر أحدد، قد يكون بعض الأشخاص يكون عندهم أكثر من نوع من الأنتيبادي، لكن من اللي يحدد لي من الأقوى؟ التايتر والنسبة مالته كل ما تكون أعلى معناها هذا الأنتيبادي هو اللي فعال. فمثلا إذا جيت إجاني بيشنت وسويت له هذا الاختبار مال indirect immunofluorescent، طلع لي شنو؟ طلع لي مثلا 60% double strand DNA antibody، 20% كروماتين، 10% سنترومير. هذول الأشخاص شو أقدر أحدد؟ أنا يعني على أساس منو اعتمدت؟ على أساس الدبل ستراند، يعني هو مالته أعلى. هذول كل واحد من عندهم ممكن إيش ينطيني؟ ممكن ينطيني باترن يختلف عن الثاني، وهذا اللي هو راح يكون سؤالكم. إذا طلع لي أني مثلا أكثر من باترن وأكثر من نوع أنتيبادي بالسلايد مالتي، شلون راح أقرأ النتيجة؟ شنو اللي راح أسوي؟ نعتمد أعلى باترن، اوكي، نعتمد أعلى نعتمد باترن. على باترن. إذا نعتمد على النسبة الأعلى، يعني النسبة الأعلى من، يعني كل ما اللي يعني نسبته إذا أعلى طلعت هو اللي راح مثلا يكون. إذا طلعت النسبة 45 و55، هم أعتمد النسبة الأعلى؟ شلون راح أقرأ؟ بعد شوية أبحث عن هذا السؤال. وإذا النسب متقاربة دكتورة راح يكون conjugation between two، ممكن يعني اثنينهم سببون اللوبس ممكن أو سببون المرض يعني. ممكن، لكن أريد جواب مثالي، يعني شوية شوية ابحثوا عنه، يعني أكتب لكم السؤال بالنهاية. على العموم كبروسيجر شلون أجي أشتغل؟ علي سلايد عليه هيومن إبيثيليال سيل، راح أعتبر عندي أنتيجين. أجي إيش راح أضيف عليه؟ راح أجي أضيف السيرم. السيرم إيش راح يصير عندي؟ صار عندي أنتيبادي أنتيجين كومبلكس. إيش راح أسوي لها؟ مثل بقية كل البروسيجرات اللي نستخدمها راح أسوي واشنج. ليش أسوي واشنج؟ حتى اتخلص من اي انتيبادي موجوده بالسيرم ما ارتبطت. هنا ايش راح اجي اضيف؟ جيت شوفوا هذا الانتيجين، هاي الخليه مالتي، جيت ايش ضفت؟ ضفت هذه الانتيبادي اللي هي موجوده بالسيرم. الخطوه اللي بعدها ايش راح اجي اضيف؟ راح اجي اضيف انتيبادي شبيهه معلمه بشنو؟ فلورسنت داي، بهاي الصبغه الخضراء. ما اضيف هنا، مو مسألة أضيف إبيتوب أو الأيودين أو هنا، لا هنا أضيف فلوريسنت داي، هذه الصبغة اللي هي لونها أخضر حتى أشوفها تحت المجهر. في حال صار تفاعل راح تطلع لي النتيجة، ما صار أكو أنتيبادي أنتيجين كومبلكس معناها هذا الشخص ما راح يطلع لي أي نتيجة موجودة عليها. شوفوا مجرد allow to react with anti-human immunoglobulin labeled with fluorescent tag to detect bounded IgG or total immunoglobulin. يعني ممكن يكون ال IgG هو ال auto immuno العفو ال auto antibody أو another type of immunoglobulin. شو راح طبعا ورا هاي بين كل خطوة وخطوة احنا شو نسوي؟ الخطوة الأولى خلايا وسيرم، شو اسوي لهم؟ ادخلهم بالحاضنه حسب البروسيجر اللي يجي مال الشركه، ادخلهم فتره حظر. ليش؟ حتى اسمح لهم يصير اكو ارتباط. من تخلص فتره الحظر اسوي واشنج. جيت الخطوه اللي بعدها ضفت انتي هيومن اميونوجلوبين او هذا اللي هو السكندري انتي بودي، ادخله فتره حظر حتى اسمح فتره بالارتباط.
أغلب فترات الحضن هي 37. ليش؟ لأنه أني قدر الإمكان دا كأنه دا أكشف عن شيء بداخل الجسم، عن هذه التفاعلات اللي هي تصير بداخل الجسم، لذلك فترة الحضن تكون 37. من تخلص فترة الحضن إيش راح أسوي؟ راح أسوي واشنج. من أسوي واشنج اللي هي هاي الخطوة الأخيرة، إيش راح أجي؟ راح أجي أخلي السلايد مالتي. وين أخليه؟ طبعا راح أبحث عن القوة 400 حتى أقدر أفحص بالفلورسنت مايكروسكوب حتى تطلع لي الصورة واضحة. إيش أتوقع تطلع لي نتيجة؟ شوفوا، إحنا دائما ما أجي أستخدم السيرم مالتي خام. إيش أسوي؟ لازم أسوي ديليوشن. شو راح أسوي الديليوشن؟ الديليوشن مالتي راح أسويها 40 80 160 230 وأبدي أصعد. ليش؟ حتى أتخلص فيما لو كان عندي low positive titer of antibody. هذولا وين يطلعون؟ هذا اللو بوزيتيف تايتر يطلع لي بالهيلثي انديفيدوال. فاذا جيت سالتكم قلت لكم ليش نسوي تايتريشن، ليش اخفف السيرم مالتي، راح تقولوا لي تو افويد ديتكتنج لو بوزيتيف تايتر اللي وين يطلع ذات ماي سين ان هيلثي بيرسون. although the exact dilution used for screening may vary with laboratory and population being test. هذا ممكن، هذا يعني الديليوشن طبعا يختلف حسب المختبر وحسب البروسيجر وحسب الاشخاص اللي اني دا بحصهم، لكن الفكره الاساسيه من التايتريشن انه حتى شنو، حتى قدر الامكان اتجنب الاشخاص اللي هم لو تايتر بوزيتيف، او خلي اقول دا يعطيني فولس بوزيتيف ريزلت، هم هيلثي بس عندهم، وبالتالي هو هذا فولس بوزيتيف ريزلت. ايش وقت اعتبر هذا الشخص هو التايتر مالته بوزيتيف؟ من يكون التايتر 160 او اكثر. شوفوا ال 100 ال 40 وال 80 هاي راح اعتبرها لو بوزيتيف ريزلت، هذول هيلثي بيرسون موجود عندهم. من تعبر النسبة التايتر مالتي من يكون 160 او اكثر ايش راح اعتبر؟ ذات جنرالي clinically significant. معناها شنو؟ معناها راح أقدر أعتبر أنه هذا الشخص بي positive. patient sample that are positive for ANA screen serial dilution and tested to determine the antibody titer specified as highest dilution to show nuclear fluorescent. كل ما يكون التخفيف مالتي أعلى كل ما تطلع لي أني نتيجة أفضل. هنا شلون نحسبها؟ inclusion of plus one endpoint control serum help to standardize and reading by setting minimal level of a fluorescent consider positive. ما اعرف شفتوا الفيديو او ما شفتوه، احاول هسه اشوف لكم اياه. Guys, it's medicosis perfectionatus where medicine makes perfect sense. بس شوية ركزوا وياي وتابعوا هذا الفيديو. ليس ولا شير. ما أعرف ظهرت عندكم شاشة الحاسبة أو لا. يا دكتورة طلعت عن الصفحة يمكن. ظهر عندكم الفيديو هسه؟ طلع تمام. شوية ركزوا وياي هذا الفيديو. Anti-nuclear antibodies and their patterns. So let's get started. This is a series on rheumatology, which is actually a wrong name. There is no current that's flowing.
So O2 antibodies are divided into anti-nuclear and ANAs antibody. They are antibodies against the cytoplasm of polymer 3 anti-scleroderma 70. And then we have the anti-SRP and the anti-MI. You need to go to a doctor, a clinician, not a freaking dentist. Oh, dentists are doc antibodies against your own body. Oh yeah, O2 antibody against you. Or they jump on me in the comment. تابعوا لي هذا السلايد. Doctor, my apologies to the beautiful dentist before they jump on me in the comment section with their lidocaine. This is ANA without the S. Antibodies against your own body. Oh yeah, O2 antibody against yourself, against the nucleus. We have talked about them before in video number 6 called Rheumatology Mastering the Labs. ANA without the S is not self against the nucleus. شوفوا عيني. إذا تشوفون شوفوا هنا التايتر مع الانتيبادي الأوتو انتيبادي كل ما يكون التايتر greater than 1/80 فمعناها شنو؟ معناها positive. كل ما يكون أعلى كل ما يكون شنو؟ أنطي تايتر positive مالتي. شوفوا إذا التايتر مالتي هاي تايتر that most likely an autoimmune disease exists. أتوقع أنه وش عندي؟ عندي positive immune system عفوا positive immune disease. إذا كان أقل these disease أو الهاي تايتر مرات شنو ما أقدر أعتمد إنه والله طلع لي مثلا تايتر جدا عالي أنا ما أتوقع إنه هذا ممكن يطلع لي positive. هذا مرة كل ما يكون التايتر عالي كل ما معناها السيفيريتي أعلى. مثلا ال 320 أكيد مو مثل ال 160 معناها البوزيتيف مالته يكون جدا عالي. Reported titer, the dilution of antibody is not detectable. احيانا من يكون التخفيف يبدي يصير جدا عالي تبدي تختفي الانتيبادي. هاي واحدة من المساوئ انه واحد يبدي يخفف كلش هواية. لذلك شي يكون المرات يعني اذا نصعد بالتخفيف تبدي تختفي عندنا الانتيبادي. أحياناً about them before in video number شي صار عندنا scleroderma, Sjogren, dermatomyositis, polymyositis. This is the anti-Sjogren. Here exactly to the ANA autoantibodies. Here's the pattern of the antibody. ليش أقول لكم دائماً إحنا نركز على الانتيبادي أختاره نوع الانتيبادي شنو الباترن مالته اللي يطلع لي بأي إصابات يظهر. مثلاً تشوفوا أنتي دبل ستراند دي إن إي شلون يطلع لي؟ يطلع رم. الرم هو البريفرال هوموجينيوس. شنو الإصابة مالته أو المن يهاجم؟ يهاجم الدبل ستراند دي إن إي. بمن أشخصه؟ أشخص الـ SLE. مثلا قلت لكم الهستون الأنتي هستون أنتي بادي شلون يطلع لي الباترن مالته؟ هوموجينيوس. شي يهاجم؟ يهاجم الهستون. منو المسبب مالته أو شي يسبب لي العفو؟ يسبب لي الدراج انديوس لوبس. هو المفروض اكو فيديو ثاني بس هسه ارجع انزل لكم اياه على كلاس روم وارجع اشرح لكم عليه. على العموم احنا ايش عندنا؟ دائما عندنا نقطه شو نسميها؟ نسميها الاند بوينت. الاند بوينت اللي هذه النقطه اللي راح تنطيني هل هذه الاصابه مالتي هي بوزيتيف لو نيجاتيف. الاند بوينت اللي هي النقطه اللي احنا نتوقف عندها هذه البلس 1. يعني مثلا اني 160 160 هي هاي الاند بوينت مالتي اللي راح ابدي من عندها اقول انه والله هذا الاشخاص اللي يطلعوا لي بوزيتيف. فشوفوا the inclusion of end point plus one end point control serum can help to standardize the reading by setting minimum level of immunofluorescent consider positive. الاند بوينت مالتي اني 160 اقل من عندها هما ممكن يطلعون بوزيتيف لكن هما هيلثي بيرسون. اعلى من عندها هنا هما راح يطلعون اللي هما البوزيتيف او التايتر اني راح اقدر اعتبره من ال 160 فما فوق. زين in the addition to the titer of antibody the pattern of يعني انا طلع لي مثلا 360 على سبيل المثال او العفو 320 هل هذا تكفي يكفيني هذا التايتر انه اني اشخص عليه؟ لا. على منو راح اعتمد؟ راح اعتمد على الباترن اللي راح يطلع لي. The fluorescent is also reported because it can provide clues about the autoantibody present associated with disease. A fluorescent can be with a nucleus, cytoplasm, and mitotic structure. تقريبا احنا ايش عندنا؟
الباترن اللي راح يطلع راح يبين لي هذا الانتيبادي او هذا الاوتو انتيبادي المنهاجم. تقريبا احنا ايش عندنا؟ عندنا 40 شكل من اشكال الباترن بالاميونو فلورسنت. المهم من عندها واللي احنا راح ناخذه الهوموجينيوس، البريفرال، السبيكلد، والنيوكليولر، والسنترومير. نجي على اول واحد اللي هو هوموجينيوس. هوموجينيوس من نجي نترجمها معناها متماثل او متجانس. هذا الهوموجينيوس او احيانا شي يسموه ديفيوز. This pattern is characterized by uniform staining of the entire nucleus in interface cell and contains the chromosomal region in metaphase. تعرفون انه الخلايا تمر بمراحل مال الانقسام، البروفيس والانترفيس والميتافيس، هذول كلهم هذا النهائي التيرمينال ما ذكر اسمائهم. لكن الخلايا هنا تمر بمراحل مال انقسام. هذا الاوتو انتيبادي راح تجي وين تهاجم الخلايا؟ راح تجي من تهاجم النواة، تتوضح انه في حال هي باي مرحلة انقسام. شوفوا الخلية دائما بمرحلة انقسام مستمر. هنا بمجرد انه انا دا اسوي صبغة راح تبين لي هذه الخلية باي مرحلة انقسام كانت. فمثلا من تكون هوموجينيوس هنا الخلايا ايش راح تكون؟ راح كلها تاخذ نفس الصبغة، راح تكون كلها كأنه يونيفورم موحد، هم كلهم نفس الشيء ونفس الشكل ونفس اللون طلعوا لي هذه الخلايا. فراح يكون اكو شنو؟ اكو تمازج او تماثل او تجانس بين الصبغة وبين اللي عفوا بين الصبغة وبين النيوكليوس. فإذا بالهوموجينيوس الخلايا راح تكون بأي طور؟ راح تكون بطور الانترفيسيال. اد وين ايضا ممكن تطلع لي؟ في حالة بالميتافيس. بأي وقت بالميتافيس؟ من تكون الكروموسومات من يصير لها كونديس، من تبدي الكروموسومات تتكاثر. هذه شو وقت تطلع؟ تطلع في حالة it is associated with auto antibodies to double strand أو أحيانا شي يسموها also known native or an DNA histone or deoxy nuclear protein. This homogeneous pattern is found in patients with SLE, drug induced lupus and many autoimmune diseases. هذول شلون تحفظوهم؟ تحطون ورقة وقلم قدامكم. كل اللي أريده منكم شلون كان هذا جدول مكتوب؟ وأكو هذا الجدول اللي أنا حاطت لكم إياه هنا. شوفوا اللي أريده من عندكم هسه، هذه أنواع الأنتيبادي بمنو ترتبط؟ شلون تطلع لي بالإميونوفلورسنت وبأي إصابات موجودة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا جيت قلت لكم شنو هو الهوموجينيوس شلون راح تقولوا لي إياه؟ نجي نقسمه إلى مرحلة. كم مرحلة؟ الهوموجينيوس وين موجود؟ موجود يتميز انه يطلع لي في حالة ينطيني يونيفورم ستينينج وين؟ بالانترفيس. وايضا ايش وقت يطلع لي في حالة انه الخلية كانت بمرحلة الميتافيس اللي هي المرحلة اللي يكون كوندنسد كروموسومال ريجن. هاي نقطة. النقطة الثانية، وين يطلع لي باي تايبس اوف انتيبادي؟ يطلع لي بالانتي دبل ستراند، ويطلع لي بالانتي هيستون، ويطلع لي بالديوكسي رايبو نيوكلير بروتين. هذه الحالات الثلاثة اللي ممكن تطلع بها هوموجينيوس. من الأشخاص اللي ممكن هنا أنا ما أقدر أقول هوموجينيوس بيطلع بالاس ال اي أو هوموجينيوس يطلع بالأذر تايب أوف اميونو ديزيز، راح أعتمد على منو؟ راح أعتمد على الأوتو أنتيبادي. يعني أنتي دبل ستراند دي إن إي يطلع بالاس ال اي، يطلع وين؟ هوموجينيوس. إذا راح تكتبوها بهالطرق الثلاثة. الوقت مالته اللي هو وقت انقسام الخلية، عندي انترفيس وعندي ميتافيس. ويا من مرتبط الهوموجينيوس؟ مرتبط ويا الاوتو انتيبادي الدبل ستراند، ويا الانتي هيستون، ويا الديوكسي رايبو نيوكليار بروتين. وين ممكن القى باي ديزيز؟ بالاس ال اي والاس ال اي انديوس باي دراج والاذر تايب اوف اميونو ديزيز. شوفوا شلون يطلع. شوية ركزوا بهاي الصورة، ايش راح تلقون؟ راح تلقون انه الخلايا، يمكن حتى بالفيديو اوضح من هذه الصورة، راح تلقون انه الخلايا من الداخل او مراحل انقسام الخلايا هنا جدا واضحة. هذه نقطة. النقطة الثانية انه الصبغة ماخذتها كل النواة
ماخذة هذه الصبغة، فهذه ايش اسميها؟ اسميها متجانسة، معناها كل جزيئات كل الكومبوننت مال النيوكليوس ماخذة نفس الصبغة. طيب النوع الثاني اللي هو يسموه peripheral او rim او outline، هذا النوع in this pattern diffuse staining is seen throughout the nucleus but there is a greater staining intensity around or circle outer circle surrounding the nucleus in the interface. شوفوا هنا هذه الخلية وين اتجمعت الصبغة؟ الستينينج وين؟ على الحافة الخارجية مال الخلية أو مال العفو مال النيوكليوس. هنا شو أسميه؟ أسميه بيرفورال. فإذا شنو هو البيرفورال؟ البيرفورال هو الـ type of pattern، الصبغة وين راح تكون؟ diffuse staining وين؟ throughout النيوكليوس، ما تجمعت داخل النيوكليوس كلها، لكن وين سوت لي؟ سوت لي مثل الأوتر سيركل، دائرة خارجية أحاطت بالنيوكليوس. بيا مرحلة، مرحلة أيضا الانترفيس. Dividing cell shows strong staining of condensed chromatin. This pattern primarily caused by anti-nuclear and anti-double strand DNA and highly specific to SLE. شوفوا هنا إذا نجي حتى إذا تشوفوها، ليش نزلت لكم الفيديوهات؟ أكو واحد من الفيديوهات يظهر كل نوع من الباترن بصورة مختلفة، يطلع كلش واضح أوضح من الصورة. هذه هنا النوع هذا يسميه البيريفيرال، الخلايا ايش راح يكون بيها؟ راح تاخذ الصبغه، لكن وين راح تتجمع؟ راح تكون مثل الحلقه او الدائره الخارجيه حول الجدار مال النواه. لو نجي نركز بيها راح نشوف انه الانترفيس مال الخلايا وانقسام الخلايا مرحله الانترفيس جدا واضح. اي نوع من انواع الانتي بودي تنطيني هذه الصوره؟ راح الانتي دبل ستراند دي ان اي. بس صار عندي الانتي دبل ستراند تعطينا هوموجينيوس وتعطينا بيرفرال. طيب اجي على النوع الثالث اللي هو سبيكلد. This pattern is characterized by the secreted fluorescent speck throughout the nuclei of interface cell. The staining is absent in the nucleus and in the chromatin region in the cell dividing. شوف هنا وين صاير، وين صارت الستينينج، وين اتجمعت؟ تشوفوها مثل شلون كأنه مكان صاير بيه تنخرات او صاير بيه فراغات، هذا اللي احنا نسميه سبيكلد. هنا الصبغه كأنه شرح بيها كأنه راح تنفصل، تنفصل الى اكثر من مكان. شوفوا يعني هذا المفروض هذه خليه، المفروض هذه نواه كامله، ما نقول خليه نقول نواه كامله. هنا الصبغه شنو اللي صار بيها؟ بدت تنفصل. شوفوا هنا أنا مستحيل أقول عليها هوموجينيوس ومستحيل أقول عليها بيرفرال. فإذا جبت لكم هيك صورة قلت لكم شخصوا لي التايب أوف باترن وشخصوا لي النوع مال الأنتيبادي، إيش راح تقولوا لي؟ راح تقولوا لي هذا النوع هو سبيكلد. شنو السبب؟ لأنه صار أكو ديسكريد بالستينينج، أنه بدأت الستينينج إيش بيها؟ تنفصل خارج النواة. أجي أشوف أنه شوفوا لي النيوكليولس ماله شنو هي هذه النوية؟ النوية وينها؟ هذه اللي تكون هي السنتر مال النواة. شوفوا هذه السنتر مال النواة كلها شبيهة فارغة، معناها شنو؟ معناها ما أخذت صبغة. هذه واحدة من مميزات منو؟ مميزات سبيكلد. The speck can be fine or coarse depending on the type of antibody. شو وقت نلقى السبيكلد باترن؟ راح نلقاه associated with antibody to ENA and can be found in patient with SLE, Sjogren's syndrome, and systemic sclerosis. أجي للنوع الرابع. أستاذة هذا بيعطي راح يطلع من الانفصام بالانترفيس بالنسبة للسبيكلر بالانترفيس بالانترفيس كلهم تقريبا يظهرون بالانترفيس، لا بس الهوموجينيوس يطلع لي بالانترفيس ويطلع لنا بالميتافيس. زين اجي على النوع الرابع نيوكيولار. هذا النيوكيولار شنو هو؟ prominent staining of nuclei. هنا شنو اللي راح تنصبغ؟ راح تنصبغ النوية وراح تبقى النواة. زين هنا الصبغة وين؟ staining of nuclei within the nuclei of interface of cell of cell and the scene of pattern. Size, shape, and number of nuclei per the cell are variable and staining
can be smooth, clumpy, speckled, depending on the type of antibody. شوفوا هنا تشوفون هي عبارة عن شنو؟ نقاط صغيرة. نقاط صغيرة معناها شنو اللي انصبغ؟ انصبغت، شوفوا أكو حدود سودة خفيفة أو بها خضار جدا خفيف، لكن أنا على منو أركز؟ أركز على هذه النقاط اللي هي لونها أخضر. من أشوف يعني نقاط بهالطريقة هذه معناها أنه النواة بشكل عام كلها ما انصبغت، ما أخذت صبغة. منو اللي انصبغ؟ هنا النوية هي اللي انصبغت. أحيانا هذه التصبغات شو تكون؟ إما تكون ملساء أو تكون كلامبي بشكل تجمعات، أو تكون مثل التنخرات هذه السبيكلد نسميها. يعتمد على منو؟ يعتمد على نوع الأنتيبودي. staining may or may be not present in the dividing of cells. مو شرط تكون بالانقسامات مال الخلية. The nuclear pattern is primarily caused by antibody to RNA or RNP and seen mainly in patient with the scleroderma but can also in the patient or other connective tissue. لهنا راح أتوقف، بس راح أعيد لكم إياها بشكل سريع. ال pattern of شوفوا هذه الصورة خلصت هنا، اللي على جهة اليسار سويت indirect immunofluorescence، اللي على جهة اليمين اللي راح تطلع لي شوفوا شو أتوقع يطلع لي. يطلع لي homogeneous. الهوموجينيوس اللي هو التماثل أو التمازج، معناها كل مكونات النوية راح تطلع لي متماثل، كلها راح تاخذ الصبغة بنفس القيمة. يعني تركيز هنا 10، تركيز هنا 10، كلهم راح ياخذون الصبغة بنفس الشيء. ايش راح اسميه؟ راح اسميه هوموجينيوس. شو وقت يطلع لي؟ يطلع لي في حالة انه الاوتو انتي بودي مالتي كان شنو؟ انتي دبل ستراند دي ان اي. طيب النوع الثاني اللي هو يسموه بيريفرال او يسموه ريم، هذا النوع مال الانتي بودي شنو اللي راح يصير؟ الصبغة وين راح تتجمع؟ راح تتجمع داير مداير النواة، يعني راح تكون لي مثل الحلقة الخارجية تحيط كلها بالنواة، لذلك ايش اسميها؟ اسميها بيريفرال. الانتي دبل ستراند انتي بودي ايضا تنطيني هذا النوع، فتعطيني الاثنين الهوموجينيوس وتعطيني البيريفرال. النوع الثالث اللي هو السبيكلد، نوع هذا النوع من ال من الباترن شنو اللي يطلع بيه؟ كأنه الصبغة ايش راح يصير بها؟ مثل كأنه دا يصير عندها انفصال. فإذا تشوفون مثلا هذه النواة لكن شنو داخلها صار اكو مثل الفراغات، فراح يصير اكو مثل التكتلات وتتجمع داخل النواة، فيصير اكو فراغات بداخل النواة. النوع الرابع اللي اخذناه هو النوع اللي يتكون ضد النيوكليولاي، ضد النوية. فنشوف انه شنو؟ فقط النوية هي اللي تاخذ بالصبغة، وداير مداير النواة البقية كل مكونات النواة كلها شنو؟ ما راح تاخذ اي صبغة، لذلك راح تطلع لي بشكل شنو؟ بشكل هذه الفراغات، هذه النقاط اللي هي سودة. الله قاعدني لأكمل لكم آخر واحد حتى نخلص من هذول الباترن. الباترن الأخير اللي هو سنترومير. السنترومير نيمرز سكريد سبيكلد ذا ار سين ان ذا نيوكليو اوف انترفيس اند كروماتين ديفايدنج سيل. موست سيل هاف سبيكل ريبريزنتنج the number of chromosome. This pattern caused by antibody to protein of centromere of chromosome and mainly Bellcrest syndrome. شوفوا شلون تطلع هنا، تشوفون انه شلون اكو صاير مثل انه خلايا او مثل النواة تكون مثل المفككة. ليش مفككة؟ لانه السنترومير هنا شنو اللي راح يصير؟ راح تكون الخلايا بمرحلة شنو؟ مرحلة انقسام، مرحلة الانترفيس. فالكروماتين مال الخلية هنا بدأ ينفصل، فتشوفون الخلايا شبيهة بالضبط، يشبه انه السبيكلد، يشبه انه الباترن سبيكلد اللي هي خلايا تكون مثل المفككة او مثل كأنه صايرة بها حفر او مثل التجمعات، فتظهر بهالطريقة هذه. هذه على منو؟ شو وقت تتكون؟ بأي نوع انتيبادي؟ في حالة انه الانتيبادي اللي تكون هو ضد البروتينات مال منو؟ مال السنترومير. فهذا هو النوع الأخير. هذه الصور مطلوبة من عندكم للحفظ، تحفظون مثلا هذه الصورة إذا جبت لكم إياها قلت لكم هذه الصورة شو تمثل، راح تقولوا لي سنترومير أنتيبادي هاجمت لي منو؟ هاجمت لي السنترومير اللي موجود وين؟ موجود بالسيل مرحلة الديفايدنج. جبت لكم هذه الصورة ايش راح تقولوا لي؟
شوكم شخصوا لي هاي الصورة جدا شوفون، راح تقولوا لي انتي نيوكليير انتي بادي هاجمت النيوكلياي، بالضبط اي نوع انتي بادي تسببها؟ الانتي بادي تكون ضد الار ان اي، ضد الار ان بي. شو ممكن تطلع لي الستيننج خاصة بالانتي نيوكليير انتي بادي؟ اما سموث، كلامبي، سبيكلد، بالاعتماد على شنو؟ على التايب اوف انتي بادي. لهنا خلصوا الباترن. الاسبوع الجاي اذا الله سهل نكمل بقية طرق التشخيص الثانية. هنا سؤال: Next pattern can also be observed. What we can do for diagnosis these cases؟ يعني ممكن أني بهذه الصورة على سبيل المثال ممكن إيش ألقى؟ ممكن هسه إذا تشوفون هذه المؤشرة بالسهم الأخضر كأنه تبين هوموجينيوس، أروح بغير مكان ممكن أشوف سبيكلز. هم أحيانا يطلع لي أكثر من باترن بنفس الصورة، يعني معناها أكو أكثر من انتيبودي. شو راح أشخص هذه الحالة؟ شو راح أقول عليها؟ هذا هو السؤال الواجب مالكم. نعتمد على التركيز الخلايا الأكثر. ما أعرف، هذا السؤال راح أنزل لكم إياه على الكلاس روم ودزوا لي الإجابة مالته. الإجابة مفتوحة منا للأسبوع الجاي مثل هيك وقت تنسد الإجابة. روحوا ابحثوا وانطوني شوية، تعبوا نفسكم وانطوني جواب. كل واحد هو وقناعته شو راح يشوف هاي الإجابة صحيحة. إذا عندكم مصدر راح تطلعوا من مصدر فيكون أفضل. لا تجاوبون هسه تركيز وما تركيز ويفرق وما يفرق، ما أعرف ما راح أجاوب. هذا يعتمد عليكم، هذا سؤالكم وهذا واجبكم للأسبوع الجاي. انتظروا اليوم إن شاء الله.